يعني لا شك أنه ببلاد الشام، نتحدث عن لبنان، سوريا، فلسطين، الأردن، بهذه الأوقات من السنة بيحضروا مؤن منزلية، مكدوس، زيتون، صحيح، أنواع كثيرة. ما هي أبرز تلك المؤن وما أهميتها الغذائية؟ الحقيقة الأنواع كتيرة جدا، يعني ممكن نبتدي من الأنواع اللي بنعرفها اللي هي المربيات أو حتى تجفيف الفاكهة. بتعرف نحن كلنا معودين على الفاكهة المجففة، وهي من أقدم أنواع المؤن، لأنه طبعا في فاكهة موسمية وخاصة بفصل الصيف في كتير، وما بيعود عنا شيء أنواع كتيرة خلال الشتاء. طبعا ممكن أنه واحد يمون كل شيء، ممكن تمونه من الحبوب، من البقول، من الخضار الورقية، فالأصناف كثيرة ومتعددة. وإذا بلشنا بالفاكهة، فينا نقول أنه المربيات من أكثر أنواع المؤن اللي ممكن أنه تتحضر بالمنزل، لأنه نوعا ما سهل تحضيرها. هلا من الناحية الغذائية، طبعا نحن كأختصاصية تغذية دائما مننبه على كمية السكر المضاف خلال تحضير المربيات، وهون منقول ممكن أنه نحضر مربى بكمية سكر أقل، وطبعا كمان ممكن أنه نستعمل بدائل للسكر. إنما بهالحالة عطول لازم ننتبه على مدة صلاحية المربى، لأن وقت تخفف من كمية السكر أكيد ممكن أنه المربى يفسد بوقت أسرع. ما المدة التي بعيش فيها هذه المونة، يعني إذا في حال قللنا من السكر؟ إجمالا مفروض المربى بالطريقة التقليدية مع كمية السكر التقليدية، يعني تقريبا بتحط لك كل كيلوغرام من الفاكهة كيلوغرام من السكر، ممكن أنه يضاين حوالي السنة أو السنتين. كمان عن شرط نكون وافينا كل الشروط من ناحية التعقيم، لأن الأواني اللي لازم تستعمليها لازم تكون معقمة، ووقتها تستعملي أو تحطي المربى لازم يكون عم بيغلي بقلب المستوعب وتحكمي إغلاقه لحتى كمان يضاين وما يصير فيه بكتيريا ويصير فيه عفن. طيب ما أهمية أن نكون واعين إلى أنه السكر الصناعي قد يكون بديل صحي أو غير صحي بالمونة؟ هلأ هيدا موضوع كتير كبير، وفي أنواع من السكر اللي ممكن تكون بديلة وصحية، مثل أصناف الزايليتول والمالتيتول واللاكتيتول اللي هن بيعطوا سعرات حرارية أقل بكتير من السكر، إنما ما بيرفعوا السكر بالدم، وهن ممكن نستعملهم للأشخاص اللي عندهم سكري. بس بهالحالة عطول نخلي قلب المربى بالبراد. يعني عند استعمال كمية سكر أقل أو بدائل السكر يفضل حفظ النوع من هالمربى بالبراد. إذن ماذا عن الورقيات المثلجة؟ هلأ الورقيات المثلجة راوية الحقيقة، عم بشوف أنه كتير من السيدات بيحطوها خضرة مباشرة بأكياس خاصة محكمة الإغلاق بالثلاجة. هلأ أنا شخصيا بفضل أنه ولو نعرضها للنار، إن كان عن طريق السلق السريع أو على البخار، نصف سلق يعني بماء مغلية، مننزل الورق الأخضر ومنعصر مظبوط ومنرجع منتلج، أو ممكن أنه نفرم فرم كمان صغير، نقلب على النار مع كمية قليلة من الزيوت، وكمان نحط بكيس خاصة. هلأ للسيدات اللي ممكن أنه ما يحطوا أخضر بالبراد، مش مشكل، بس علما لازم يستعملون بغضون السنة أو قبل انتهاء العام. في أشخاص بيحضروا صلصة الطماطم وبيحفظوها، ما أهمية وهذه طريقة مهمة جدا لاستعمال وصحية لاستعمال البندورة أو الطماطم وقت نكون بالبيت عايزينه، وخاصة وقت تكون البندورة منا يعني طعمتها طيبة. هون كمان ضروري ننتبه على كمية الملح اللي عم نضيفها، لأن ضروري نزيد ملح لحتى، لأنه هي مادة بتحفظ هالمواد. ومثل المربيات، الوعاء اللي نحن بدنا نستعمله يكون جديد
نظيف ومعقم. طريقة التعقيم هي طبعا بغسل بالماء والصابون، التنشيف جيدا، ومن بعد ما نعبي أو نعبي صلصة الطماطم مثلا تكون بدرجة الغليان، لأنه السائل اللي هو عم بيغلي بيعقم العبوة أو الأنينة أو الزجاجة اللي عم نستعملها. طيب، هل تحتفظ الأطعمة التي يتم تخزينها أو تحضيرها كمؤنة بأهميتها وقيمتها الغذائية طول السنتين أو السنة مثلا؟ أكيد لا، أكيد لا، يعني مع مرور الزمن عم بتخف القيمة الغذائية. طبعا وقت نحفظ بالثلاجة عم نحفظ على القيمة أو القيمة الغذائية بحالة، إنما بمجرد أنه نحن ذوبنا التلج واستعملنا طبعا بدنا نكون خسرنا بخلال بالمي اللي عم بتروح من هالمواد. فدايما الطازة أفضل، بيلي المثلج وبيجي بالآخر المعلب. هون كم بدي أسألك، المعلب يعني إذا أردنا أن نضع بمقارنة صلصة معلبة مثلا وصلصة محضرة بالمندل بعد سنتين تقريباً، ما الفرق بالقيمة الغذائية، بالطعم، بكل العناصر؟ الطعم طبعا المحضر في المنزل ممكن يكون أفضل، لأن أنت عم تستعملي أنواع جودة يمكن أحسن من اللي بتلاقيه بالسوق. إنما كقيمة غذائية من ناحية التعليب، يعني أنا عم بغلي وعم بعلب، عم بتكون هي نفسها بين المنزل والمصنع. وأوقات في فترات كتير المصنع يمكن عنده طرق متطورة أكثر من المنزل، وممكن يحفظ القيمة الغذائية أحسن من المنزل، إنما دائما التثليج هو الأفضل. هو الأفضل. طيب، نلاحظ بالمحل التجارية والسوبر ماركت أنه في معلبات بتكون زهيدة الثمن. صحيح. وبالمقابل هنالك أمور أفضل بالسعر. هل ما الذي يفرق بالثمن؟ هل طريقة تغليفها، طريقة تحضيرها، طريقة حفظها؟ أهم شيء الجودة، يعني المنتوج اللي أنت جبتيه قديش جودته عالية أو لا، فهي أول شيء بأثر على قيمة المنتوج وسعره. الطريقة اللي تم فيها التعليب، هل هو مباشرة من الحصاد إلى التعليب أو أخذ وقت أكثر، هل جبنا هالمواد من أماكن بعيدة أو لا، وطبعا في عندك اسم إذا بدك الإعلانات اللي بتصير حول المنتوج اللي هي كمان بتزيد من تلعب دور طبعا من ثمنه. أكيد. طيب، ما هي المؤن الغذائية يعني اللي موجودة ربما عندك وعند كل اختصاصين التغذية التي تنصحون بها، يعني بتكون سوبر غذائية وصديقة للجسم والصحة؟ صحيح. هلا أنا شخصيا رح أعطيك أنا شو بعمل بالبيت. أنا كتير بحب مربى المشمش، فبفضل أعمله بالبيت لأنه بحط كمية سكر أقل كتير. أنا كتير بحب البقول مثل الفاصوليا البيضاء أو الفول، كمان بحب خلي منهم لأنه الفاصوليا عمرها قليل، يعني بتطلع يمكن لشهر شهرين خلال فصل الصيف وبتبطل. الملوخية أكيد، الأوراق، كل شيء، البامية أيضا والبامية. وأنا شخصيا بحب كتير من الحبوب، الفريك أو القمح الأخضر يلي كمان موسمه قصير ونحصد منه بس فقط بشهر أدار، نيسان أدار، وبطل تلاقي كتير منه. فأنا هدول موجودين عندي دايما مع البرغل أكيد. طيب، هذه الحبوب عندما تستورد كيف تتأكدون من أهميتها وجودتها الغذائية؟ هو طبعا لأنه متواجدة بالسوق من طبعاً بلدان عديدة. صحيح صحيح. هلا الجودة نحن كشخص في المنزل صعب أنه تتأكدي أو تعرفي إذا منيحة أو لا. طبعا اسم المنتج مهم، قديش في عنده، قديش توثقي فيه كمصنع، وبيبقى كمان أنت تجربي بالبيت وتشوفي أي طعمته أفضل، و يعني انت وعم بتحضريه بالمنزل بتحسي جودته افضل. هلا من ناحيه القيمه الغذائيه لسوء الحظ ما حدا بيقدر يعرف الا اذا تم فحصهم بالمختبرات، وهي طبعا مش رح نعملها على كل منتوج بيوصل لعنا. نحن الان باطار عصر زيت الزيتون اللي هو اهم مونه غذائيه، ما اهميه وطرق مثاليه لي كان عصره ووضعه بالقناني؟ يعني هل يجب أن تكون حديدية أو حتى من الزجاج لاحقا بالمنزل؟ هل يجب أن يتعرض للضوء أو لا؟
بالنسبة لزيت الزيتون وكل أنواع المؤن، أفضل طريقة لحفظها هي بالأواني الزجاجية. يعني حتى ولو أنا اشتريت مثلا زيت الزيتون، بمعظم الأوقات بعبوات من الحديد على طول تتفضى بأناني زجاجية وتضل هل هل أن يعني حتى نحن وقت نستعمل بالبيت نرجع نفضي بأناني زجاجية أصغر، وعلى طول تكون طبعا بعيدة عن الضوء والرطوبة. هلا بعرف نحن بنحط الزيت على الطاولة ممكن يجي شوية ضوء مش مشكل، بس على طول محكم الأغلاق. إذا شكرا لك دكتور كارلا حبيب مراد على هذه النصائح الغذائية اللي اجت بوقتها، لأنه هلا تحضير يلا بلشي روي يعني خلص يلا شكرا.